الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن أصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة والدين. فأما بعد، أوصيكم ونفسي الخاطئة الخطائة بتقوى الله عز وجل وكثرة مخافته، حيث قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تبين مما سبق من الخطب أن التوكل على الله لا يلغي التدبير والتخطيط، إلا أنه يجب اعتقاد المسلم في فعل الله المطلق لا فاعل على الإطلاق إلا الله. الله خالق كل شيء، فالمسلم وهو يباشر الأسباب ويخطط ويدبر ويسعى لا ينبغي أن ينسى فعل الله في فعله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا مجال الاعتقاد، وفي هذا المضمار يتفاوت الناس. كل الناس يسعى، كل الناس يدبر، كل الناس يخطط، إلا أن درجاتهم عند الله بقدر اعتقادهم في فعل الله المطلق. فعل الله في السبب وفعل الله في المسبب، فعل الله في العلة وفعل الله في المعلول. حتى لا يعتقد الإنسان في الأسباب، حتى لا يعتقد الإنسان في الأسباب، ذلك بأنه يمكن أن تكون الأسباب ولا مسببات، وقد تكون العلل وتفقد المعلولات. لذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إثر الخروج من البيت سعيا لطلب الرزق والتدبير، تدبير الحياة وتدبير الإدارة والاقتصاد، سنخرج من بيته إلى المجتمع ليغامر. الحياة مغامرة، قد يرجع وقد لا يرجع، قد يصل وقد لا يصل، قد ينجح وقد يخفق. عند خروج المسلم من بيته علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو خارج ليسعى وليدبر، فالتوكل ابتداء والتوكل انتهاء. يتوكل على الله قبل مباشرة الأسباب، وبعد مباشرة الأسباب يتوكل على الله فيما يخص النتائج. كل علماء العقيدة
بل كل المسلمين يعتبرون أن الله عز وجل خالق الكون وخالق الناس وأفعالهم، خلقكم وما تعملون، هذا باتفاق. واختلفوا، بعضهم قال بأن الله عز وجل أودع في السبب قوة تحدث المسبب، إذا وجد السبب بقوته وبما خلق الله فيه من عوامل يحدث ويخلق شيئا آخر، كأنها علاقة ميكانيكية وآلية. إذا وجدت النار وجد الحرق، وإذا وجد الماء وشرب الماء وجد الارتواء. هذا المذهب يعتقد أن النار تحرق بذاتها، وأن الماء هو الذي يحدث في الإنسان الشعور بالارتواء. لكن الأشاعرة ذهبوا مذهبا آخر، فالله يحدث الشيء عند الشيء لا به، يسمون ذلك الاقتران والتعاقب. إياك أن تظن أن هذا السبب هو الذي خلق المسبب، أو هذا الشيء هو الذي أنتج الشيء، بل هناك اقتران فقط، وأن الله خلق السبب والعلاقة والأثر والمؤثر. كما يظن بعض الناس أن الكفر هو سبب للكوارث والمصائب، هذا في بعض الناس، حتى بعض العلماء، إذا وقعت كارثة في قوم أو عند غير مسلمين يربطون الكوارث بالمعصية ويظنون أنها هي السبب، وإنما هناك اقتران فقط، وإلا لهلك الناس، لهلك الله الناس جميعا. لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. لو كان هذا هو القانون، أن المعصية والكفر هم سبب للإتلاف والانتقام والكوارث، لبدأ بإبليس ولارتحنا. هل هناك كفر ومعصية أكبر من كفر إبليس ومعصية؟ كذلك الأمراض، يقول لك السيدة سببها المعصية، لا علاقة. وهذا خلل في الاعتقاد، وهذا تجد حتى في عقول المعممين والمشايخ، كلما حدث زلزال قال هذا الزلزال بالمعاصي، ويربط أشياء ربما غير مرتبطة تماما، وإنما هناك تعاقب واقتران. الذي يفيدنا من هذه العقيدة هو أن الإنسان عندما يباشر الأسباب لا بد أن يعمل بمبدأ الاحتمالية، شيء لا يمكن أن يضبط على الإطلاق. هذا المبدأ عمل به حتى علماء الفيزياء وعلماء البيولوجيا، لأن الإنسان لا يمكن له أن يحصر بالضبط الأسباب والنتائج بالضبط إلا بالطريقة المئوية. لذلك الإنسان يكون معتقدا في الله أن هناك أشياء تغيب عنه تماما. قد يموت الإنسان بغير مرض، وقد يكون مريضا ويعيش ويعمر. والذين يربطون بسذاجة بعض الأسباب بالمسببات وبعض العلل يتعبون كثيرا ويفقدون التوكل على الله، لأنهم يتعلقون بالأسباب ولا يتعلقون في خالق الأسباب والمؤثر، لأنه هو الفاعل على إطلاق. ولكن كل هذه العقيدة لا تلغي حرية الإنسان، لأنها داخل في إرادة الله.
وإنما يتحرك الإنسان فيما أتيح له من قوة وقدرة وحرية. فالإنسان يهجم على الأسباب ويأخذ بها، لكنه يبقى مطمئن القلب، لأن يعني عندما ينتظر النتائج ولا يتوكل على الله قد تسوءه النتائج ويفقد الاحتساب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا، المصائب هي من طبيعة الكون، ولا بد أن يهيئ الناس إلى المصائب وللإخفاقات وإلى السقوط، هذا من طبيعة الكون. ولا يقولن أحدكم كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. التوكل ينبت في القلب التواضع وتعلق القلب بالله واستقرار النفس وأريحية الإيمان. الإنسان غير قلق، هذا هو الشقاء، اللهف واللهث والحرص في الشيء الذي قد لا ينفع الإنسان. بالطبع احرص على ما ينفعك، لكن في آخر المطاف فعل الله نافذ، لكن عليك أن تؤدي وأن تأخذ بالسبب. سواء أخذنا بالمذهب الأول أو المذهب الثاني الذي يرى الاقتران، هذا لا يلغي مسؤولية الإنسان في مسألة التخطيط والتدبير، لكن عليه اعتقادا أن يتعلق قلبه بيد الله الخفية التي تتصرف في الكون، وأن لا يكون علمه قاصرا على الظاهر، على الظواهر. يعلمنا ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن المؤمن بإيمانه يرى ما وراء الظواهر. العلم يصف الظواهر لكن لا يفسرها. لماذا وقع هذا بعد هذا؟ هذا ليس مجال للعلم. العلم ويصف، يقول إذا كان كذا كان كذا اقتران، مذهب الأشاعرة. إذا كان الحرارة 100 درجة غلى الماء غليان وتبخر اقتران، لكن لا يدخل في الغائية، لا يدخل في تفسير الظاهرة، إنما يصفها، لأنك تدخل في الاعتقاد، تدخل في مجال الاعتقاد، ومجال الاعتقاد يختلف فيه الناس بغض النظر عن مستواهم العلمي المحض، العلمي يعني بالمعنى المعاصر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.